ده انت جبل اللي استحملت ده كله. مفيش سبريتوت ولا بكروكروم؟ عندنا سبيرتو. نضف له الجرح دلوقتي، وانا هبقى اتفق مع الاستاذ سيد ياخدها له غرزتين. اول مره بتحصل لك عين وصابتك يا نظري. انا اول ما شفت في العمليه واحده ست اتشهمت. ابعد عن النسوان وانت تكسب. ولما انت بتتشائم من النسوان بتتعامل معايا ليه وتبيعني المسروقات؟ وانت نسوان يا جدع. معلش اخويا استحمل. رصاصها فايته في اللحمه يا جدع. واز ضابط بثلاث دبابير، انما رقم ما زقتش منه الا بتضلين. بس ايه، خدت منه التذكار ده. حلاوتك يا نمر، بريت ميري 9 مللي تبيعه؟ بيقول لك تذكار يا ولي، تذكار. خد يا اخويا تبيعه. بالراحه بيوم، شد حيلك يا اخويا. خدت البضاعه بكام؟ ب 100 جنيه. ده نصيبي. كل مره بتقسمه على ثلاثه، اشمعنى المره دي؟ بتدي بومبا حمودة؟ أنا عملت اللي علي، ولولا حرفانتي في السواقة كان زماننا في النيابة. أنتوا اللي سبتوا بقية الحاجة قدام العمارة. أنا مالي؟ مظبوط ولا مش مظبوط؟ أنت متعلم وقاري وبتفهم في الأصول. حلال عليك يا حمودة، بس أنت من النهاردة مالكش لقمة تعيش معانا. هو أنت اللي بترزقني؟ ربنا هو اللي بيرزق. بالإذن يا سيدة. أهي كملت. أنت اتعورت وإحنا طلعنا بلوشي. كل من وشها بنت. دول بكام يا سيدة؟ تصبر لغاية ما بيعهم ولا تاخد باي؟ والباي ده قد إيه؟ 60 جنيه. طيب، إدي بيومي 20 وإديني أنا 40. واجب. إدي بيومي 20. معناته إيه الكلام ده؟ 20 جنيه ليا و20 جنيه البط. بطة؟ هي اللي دلتنا على سكة الدهب. وناوية جرجرك على سكة الساغة امتى عشان تكلبشك بالدبل؟ يا ريت، بس اعطر فيها الأول. ها، الحكاية بينها قلبت بجد. لا يا ماهر، ابعد عن النسوان. يا أجدع بيت شفتها في حياتي. اشتعلقت بيها يا ماهر؟ وأنا معاها كنت متكيف يا سيدة، كأني ضارب شارع ومقفله. تبقى بتحبها يا بطل.